صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كم مقدار إطعام المسكين؟ وهل إذا أعطيت 10 مساكين وجبة غداء أو فطور هل يكون كافيا ومجزئا؟ مقدار ما يدفع للمسكين في كفارة اليمين وكفارة الظهار مقداره ربع الصاع، ربع الصاع، هذا الذي عليه الجمهور. وقيل نصف الصاع مدان، لأن الصاع 4 أمداد، وهذا الذي عليه الفتوى الآن أنه يدفع له نصف الصاع، مقداره بالكيلو الآن 1.5 كيلو تقريبا، 1.5 كيلو تقريبا يعادل نصف الصاع، والصاع هو 3 كيلوات تقريبا. ولو غدى الفقراء 10 أو عشاهم أجزأ ذلك، لو غدى 10 مساكين أو عشاهم أجزأ ذلك، لأنه يصدق عليه أنه أطعم 10 مساكين إذا أشبعهم. نعم.